عشان كل التوازع أن هناك خطر دائم حقيقي على الأمن القومي التونسي في صورة دخول هذا الدستور حيز التنفيذ. الخطر الأول اللي عبيد إذن أفهمه أن قيس سعيد حط في هذا النص الذي كتبه لوحده في غرفة مظلمة، حط أنه في صورة شهور منصب رئيس الجمهورية فإن المسؤولية تؤول إلى رئيس المحكمة الدستورية فقط، لا حتى بلان أ لا بي لا سي لا دي. وقال في صورة التعذر الوقتي يتحال رئيس الحكومة لكن بأمر منه، يعني الحالة اللي هو مازال قادر أنه يعمل أمر يعمل أمر، لكن في صورة الشهور لعجز تام أو استقالة أو وفاة والعجز تام لأي سبب من الأسباب، مش عجز تام معناها بدني، ينجم يكون حتى عجز استحالة مادية، تحال المسؤولية لرئيس المحكمة الدستورية. ولهنا الناس كنت تعرف العمل بهذا، ليه؟ الناس كنت تعرف اللي نجم انا اليوم توا نتكلم نتيح تجيني جاكا عطينا تجارات الكل ما عادش نتكلم، النجم اصاب باي مرض في اي وقت كان، لازم يفهموا التوانسه. اذا كان اصدر الدستور هذايا في الراي الرسمي توا وبعد نص ساعه تصير حاجه قيس سعيد، الدوله ما عندهاش من يديرها وسندخل في حاله فراغ. وحاله الفراغ تعرفوا انتم شنو تأدي؟ تأدي أن السلطة ستكون على قريعة الطريق، وعندك خارجية في البلاد، وعندك إرهابيين سايبين، وعندك أجندات خارجية تتلاعب بالوطن. إذا نحب التوانسة يتخيلوا ولو للحظة بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ أنه الناس كل كده على قلبها كل يوم تصبح صبيح كاس عايد وين ونتفقدوه كل دقيقتين، مازال موجود ولا ماهوش موجود؟ لأي سبب كان، هذا خطر كبير جدا.